روتين يومي تعود عليه رمضان. عجلة بتدور في شغله ما تفرقش كتير عن دوران خلاطة الخرسانة اللي شغال عليها. شغال على السلة، برمي مية واضرب الخرسانة وبديها لزميلي في السطل يطلعها فوق. ملامح رمضان بتقول قد ايه هو بيتعب في شغله. عندنا اكل العيش مر، مفيش قرش بيجي عندنا بالساهل. سألنا رمضان هي يوميتك كام؟ انا بقبض 80 جنيه نصهم لاخويا عشان هو واقع في ظروف مادية صعبة، والنص التاني لازهار عشان خاطر اخطبها. يا ترى مين ازهار اللي خلت رمضان يتعب بالشكل ده؟ نركز، دي قصة حب مثيرة. من زمان وانا عايزه اقول لك. كل الناس قالوا لي الازهار بتحبك وانا ما كنتش اعرف كده. سالتني انت مش هتخطب ولا ايه؟ قلت لها ربنا يسهل ولاقي بنت الحلال اللي تقف جنبي. قالت لي طب ممكن اعرف اسمها؟ قلت لها انت تعرفيها كويس وقعدت معاها، هي واحده اسمها ازهار. فهي ما كانتش مصدقه نفسها. ما خافش من ظلم الدنيا، لو اتهد العيش في اللحظه ابني تاني اول طوبه، طوبه وورده وطوبه وغنوان. ربنا يسهل ويعدي ازمه اخويا دي على خير. نفسي اسعدها، نفسي اسعدك فيه. رمضان احنا جينا نقول لك شكرا. شكرا؟ شكرا ليه يا عم؟ ده اخويا اللي لازم اقف جنبه، ودي خطيبتي اللي انا بحبها. شكرا ليكم. شكرا يا فودافون. يلا يا حسين.